aller à la tour du cœur. Je voudrais aller à la tour du cœur. Je voudrais aller à la tour du cœur. Bas, bas, ça va retourner. الله وانا ما اوريش غيركم ولا ايه؟ انا غلطت من الاول اني ركبت زبون على زبون واحده واحده. شوفوا يلا على توجو كام. عايزين ايه؟ واحده واحده. يلا على توجو كام. اوكي اند يو. اوكي اند يو. اوكي اند يو. بس كده انا هوديكم المتحف وهناك بقى تتعرفوا على بعض وفي اجانب برضو معاكم هناك يعني عشان ما تخوتونيش. نازود قال على توجو. نو نو. هو كده. هو كده يا حبيبي. هو كده اسكت خالص. ما تروح لبلادكم. ما تروح لبلادكم. اخرس. نازود قال على توجو. اخرس شتب. شتب. زفود قال على توجو كام. زفود قال على توجو كام. زفود قال على توجو. بس. بس. ماشي ماشي اهو 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 اقعدوا بقى ارغوا كتير. طبعا الحملة الدعائية بتاعت المصنع الجديد احنا متفقين عليها، انما اللي انا جاي بخصوصه هو اعادة صياغة للحملة الدعائية بتاعت مصنع الكيماويات الاولاني اللي على طريق الصحراوي. بس انا شايف ان المصنع الاول متفوق جدا وهو رقم واحد دلوقتي في الانتاج. طبعا بس سعادتك عارف الصحافة والكلام اللي بتقوله الصحافة، احنا بقى عايزين ننفي الكلام ده كله ومذكور بيه. عايز حملة جديدة وكبيرة تصور المصنع والعمال والمنتج نفسه، وعايزين الحملة تركز جدا على المستهلك وقد ايه المنتج بتاعنا بيحافظ على سلامة المستهلك. تمام سعادتك، بس الموضوع هيكلف كتير. لا لا ما تحطش حكاية التكلفة دي في دماغك، أهم حاجة في الحكاية دي كلها إن اسم مذكور بيه أبو العز واسم المصنع يبقى رمز الجودة والحفاظ على البيئة. ما تقلقش سعادتك، واللي مذكور بيه إن أنا هحاول الموضوع ده لأكبر حد عندي في الشركة. إيه رأيك بقى في الآيس كريم؟ حلوة قوي، بس على فكرة أنا اتأخرت جدا وأنت قلت لي خمس دقايق وبس. ما تخافيش هوصلك لحد البيت. لا البيت لا ما ينفعش خالص، ويلا بقى يلا عشان اتأخرت جدا. أبو السينما معلش يا مازن، خلي السينما المرة الجاية. يلا بقى. أوكي. نطوف في الاوضه ونسهر ونعمل اللي احنا عايزينه. مش عارف ظروفي يعني، ابقى اروح وبعدين انا كده. ماشي يا عبوده، ماشي يا عبوده. تعال كمل كمل. شيشبيش مارس، هو معاكي كافه الصلاحيات في حمله الدعايه بتاعت مصنع الاول. اوكي يا هدى. حاضر يا فندم، بس الحمله هتستمر قد ايه؟ مفتوحه، يعني عاوزك تجمعي معلومات عن كل ما يخص المصنع عشان الحمله هتبقى في الشوارع والجرايد وكمان في التلفزيون. غريبه. ايه هو الغريبه؟ يعني احنا عملنا دعايه كافيه للمصنع الاول، المفروض دلوقتي نركز على دعايه المصنع الجديد. هم عاوزين كده، هنقول له الشغل لا. لا طبعا، بس ده اكيد سببه الحمله الصحفيه اللي تعرض لها مذكور بيه الفتره الاخيره. اسمعي يا هدى، انا عاوزك تبداي تشتغلي من دلوقتي. اتفضل يا استاذ راجل، اتفضل.
نسألوه. الأستاذ راضي ياسين بيه من دار الرعاية، كتر خيره، جاي يطمئن على الأنسة نور. أهلا وسهلا. نور حبيبة بابا عاملة إيه؟ ويا ترى جاهزة للجلسة؟ أكيد يا عبودة، ما تجيش تقعد معايا. طب أنت زعلان أنت وهدى، خالك ذنبه إيه؟ بص يا خالي بقى لو سمحت، يعني انا مش عايز اتكلم في الماضي، لان الماضي بقى بتاعي انا خلاص يعني نسيته ورميته ورا ظهري وخلاص انتهى. واخبار التاكسي اللي انت شغال عليه ايه؟ ادين الحمد لله شغال يا خالي اهو، وشقيان ادعي لي انت بس يعني لغايه لما ان شاء الله تجي لي الفرصه، ولما هتجي لي الفرصه انا هكسر الدنيا وهوقف كل بني ادم انا كنت بحبه وهو كان ما بيدينيش العدل، انا هوقفه عند حده. طب بس 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 عايزين نتفرج على البرنامج بتاع الاستاذ توفيق زياد. على فكره ده صاحبي. صاحبك؟ اه مش مصدقني؟ عدي عليا في اي يوم على المحل هعرفك عليه، بيجي دايما عندي ويقعد يتغدى، يحب ياكل من ايدي قوي. اعزائي واحبائي برنامج من القلب، اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده. الحقيقه النهارده هنتكلم عن تاكسي العاصمه، هذه الظاهره اللي بنتمنى إنها تكون ظاهرة عامة وصحية وتنتشر في شوارعنا. الحقيقة جات لنا شكاوى كتير من المواطنين بيشتكوا فيها سائق التاكس لأنهم بيغالوا في الأجرة، ده لعدم وجود عداد في التاكس. مع حق، في استغلال. لا 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 يا خالي، مش كل السواقين، في سواقين محترمين قوي زي. إنما التاكسي الجديد المميز وجد رضا عند المواطنين. في الحقيقة إحنا كمواطنين بنفخر جدا إن يكون في شيء حضاري موجود. ازيك يا بابا؟ بمعنى ازيك يا عبود؟ اهلا يا هدى، ما تيجي تشوف البرنامج معانا؟ هغير هدومي واجي لك يا بابا. طيب استاذن انا بقى يا خالي، اطلب الاقيه اولا يا خالي لاني ما اقدرش اتواجد هنا دلوقتي، ثانيا انا عندي شغل الحمد لله يعني ومستوره وبقى ليا هدف. ها وبعدين انا عارف انا عايز ابن الدنيا دي كلها خلاص. انما التاكسي الجديد المميز وجد رضا عند المواطنين. اخي بكلم نفسي بقى، انت رايح فين يا عبود؟ ايه ماشي يعني عندي شغل ايه؟ مش سامعه يعني وما داخله كده وانا عمال اتكلم؟ انت لسه زعلان؟ يا ربي ازعل من مين اصلا؟ ما حدش اصلا يا بنتي يقدر يزعلني، ده انا قاعد اهو انا وخالي وعمالين ناكل فشار ومبسوطين قوي. طب ما تزعلش، اطلبه الاقيه يعني انزل في اي ارجع رنلك تاني. معنى انت عامل ايه في شغلك الجديد؟ اتحرك بسهوله. الحمد لله يا هدود انا خلاص نويت بقى اتطور وابقى حضاري. ايوه كده كده بقى تاكسي عليه القيمه بصحيح. ايش عليك يا عبوده؟ على الله يكمل فيك يا بيومي.